اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم لك الحمد منا، ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن تحرم هذه الوجوه على النار، وأن تسكننا في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك ألا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب آبائنا من النار واعتق رقاب أمهاتنا من النار واعتق رقاب أزواجنا من النار واعتق رقاب ذريتنا من النار واعتق رقاب جميع المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا غياث المستغيثين ويا حبيب قلوب المؤمنين ها نحن جئناك تائبين منكسرين فاقبل اللهم توبتنا فاقبل اللهم توبتنا وأصلح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته
اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من فضل رمضان اللهم إنا نسألك من فضل رمضان اللهم إنا نسألك من فضل رمضان ولا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من القانطين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المقبولين وألا تدع لنا في مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منا وما بطن اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فاطعمهم وأوراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وسدد رميهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.